وقال رحمه الله: ما كابرني أحد على الحق ودافعه إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. يقول: ما كابرني أحد على الحق ودافعه، يعني ظهر الحق ودافعه مكابرة، إلا سقط من عيني مهما كان، ولا قبل الحق إلا هبته وسارت له هيبة في نفسي، واعتقدت مودته. ولذلك يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ما رأيت أعقل من الشافعي. لماذا؟ قال: ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، فلاقيني من الغد فأخذ بيدي وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ هو يعرف من يونس الصدفي أنه يريد الحق ويقرر الحق، فاختلف في مسألة يسوق فيها الاجتهاد وافترق. لما لقيه من الغد جاء وأخذ بيده وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ قال الذهبي معلقا على هذا: وهذا من تمام عقله رحمه الله.